مشاهدينا الكرام مساءً مساءً أهلا بكم إلى نشرة الخامسة فيما يلي عناوينها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا السيد موزيس ويتانغولا. عشية إحياء الذكرى 52 لتأميم المحروقات، منشآت طاقوية جديدة تدخل حيز الخدمة، والوزير الأول يؤكد على ضرورة تعزيز الأمن الطاقوي والحفاظ على مستوى الصادرات لتمويل الاقتصاد الوطني. بعد الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار في المناطق المحمية، فلاحو ولاية برج بوعريريج يستفيدون من 100 رخصة بعد انتظار دام سنوات. أهلا بكم من جديد. في المستهل استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا السيد موزيس ويتانغولا. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف، وعن الجانب الكيني فقد حضر اللقاء سفير جمهورية كينيا لدى الجزائر بيتر كاتانا أنغورا. وعقب اللقاء أدلى رئيس المجلس الوطني الكيني بالتصريح التالي. أنا سعيد بوجودي بقصر رئاسة الجمهورية الجزائرية مع الرئيس الصديق العزيز. أنا رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا ووزير خارجية أسبق. لقد سلمت رسالة خاصة من طرف رئيس كينيا ويليام روتو لفخامة الرئيس الجزائري. خلال هذا اللقاء تحدثنا على أمور تخص تطوير علاقات الصداقة وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجيات والوسائل التي تسمح لنا بتطوير العلاقات بين البلدين. لقد تحدثت مع فخامة الرئيس وأكدنا على موقف البلدين فيما يخص الاتحاد الإفريقي وحرصه على عدم وجود أي دولة تحت الاحتلال، وأن كل الدول الإفريقية متساوية كما ينص عليه الميثاق الاتحاد الإفريقي. وأخيرا يسعدني أن فخامة الرئيس أكد دعمه لكينيا بالفوسفات والأسمدة. كما تعلمون أن كينيا بلد زراعي ويحتاج للكثير من الأسمدة. إن السيد الرئيس يدعم برنامج المساعدات والأسعار التوافقية، وأكد لنا ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، وهو ما يمكن كينيا من تصدير منتجاتها من شاي، بن وورود، ويسمح لنا من استيراد من الجزائر المواد البترولية من نفط وغاز وأسمدة ومواد أخرى. تحيي الجزائر غدا ذكرى 52 لتأميم المحروقات وتكريس السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية، وسط استحضار لمعنى التضحية للوطنيين الذين مكنوا قطاع الطاقة من الاستمرار في الإنتاج بفضل رصيد الخبرة والتجربة وتطوير البحث والاستكشاف. وبالمناسبة وعشية الاحتفاء بالذكرى أشرف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن من حاسم سعود رفقة عدد من الوزراء ورئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات وعمال قطاع المحروقات، أشرف على مراسم الاحتفالات الرسمية بالذكرى، حيث أعطى إشارة تشغيل مركز الفصل والضغط لحاسي قطارة. هذا المشروع الضخم مرتبط بشبكة الآبار الإنتاجية التابعة للحقول الموجودة بالناحية الجنوبية للولاية، وهو مكسب نفطي هام يعمل على الرفع من الإنتاج والمردودية ويساهم في تحسين عملية التدفق. يجدر بنا أن نشيد بالإنجازات المحققة في قطاع المحروقات، والتي كانت بالتأكيد إيجابية إلى حد كبير، إذ استطاعت الجزائر بسواعد عمال وعاملات قطاع المحروقات أن تكتسب قدرات هائلة مكنتها من
إقامة قاعدة نفطية وغازية تضاهي نظيراتها من الدول المصدرة للمحروقات بفضل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تحوزها في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيميائية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير. وإنني واثق ومتيقن من أن إطارات القطاع بعماله وعاملاته قادرون بفضل ما اكتسبوه من خبرة وتحكم وتجارب من مواجهة كل الصعاب ورفع كل التحديات التي تنتظرنا. وبالمناسبة أكد الوزير الأول على ضرورة تعزيز الأمن الطاقوي على المدى البعيد والحفاظ على مستوى الصادرات يمكن بلادنا من تمويل الاقتصاد الوطني. وعياً منا بالتحدي المزدوج الذي تواجهه البلاد والمتمثل في تعزيز الأمن الطاقوي على المدى الطويل والوفاء بالتزاماتنا المستقبلية والحفاظ من جهة أخرى على مستوى صادرات يمكننا من تمويل اقتصادنا، فإننا ندعو من هذا المنبر كل الإخوة والأخوات عمال وعاملات القطاع إلى تكثيف الجهود من أجل رفع التحديات والعمل على تكريس هذه المشاريع على أرض الواقع. وبهذه المناسبة فإننا نجدد دعوتنا لكل الشركات والمتعاملين في قطاع المحروقات، وطنيين كانوا أم أجانب، لاغتنام فرص الاستثمار المتاحة والعمل معنا على رفع قدراتنا الإنتاجية من المحروقات لتحقيق المصالح المشتركة وضمان الأمن الطاقوي للطرفين والمضي قدما نحو انتقال طاقوي عادل وسلس في إطار تنمية مستدامة. تحديات ورهانات جديدة يعيشها قطاع المحروقات في الجزائر بفضل مهندسيه وتقنييه الذين يواصلون رفع التحدي لمواكبة التحولات الجيوسياسية برفع إنتاج البترول والغاز ومشتقاته برسم سياسة طاقوية جديدة يدعمها قانون المحروقات والاستثمار تلبية للطلب الداخلي المتزايد وافتكاك حصص من الأسواق الإقليمية والدولية خاصة الأوروبية والإفريقية. حورية جرجارة. وسط رهانات جيوسياسية وصراعات دولية على مصادر الطاقة في العالم، تقف الجزائر قوية بثرواتها الطبيعية من غاز وبترول ومؤهلات بشرية من مهندسين وتقنيين لرفع تحدي الإنتاج تلبية احتياجات السوق الوطنية والوفاء بوعودها وعقودها مع شركاء الأجانب على ضوء قانوني المحروقات والاستثمار الجديدين. يتجدد موعد ذكرى تأميم المحروقات وبسط السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية والمنجمية بالجزائر وسط عدة تحديات تذكرنا بالرهانات الجديدة وبخارطة جيوسياسية ترسمها القوى الكبرى المؤثرة في الصناعة البترولية والغازية في ظل صراع جيوستراتيجي. احنا لابد نحضر نفوسنا، لان ما لازمش نكون يعني مصدر تقليدي. الحفاظ على يعني على مكانتنا في السوق الإقليمية والسوق الدولية ضرورية، لكن رانا نحضر لازم يكون كل الوقود نتاعنا والغاز الطبيعي تكون نظيفة. سوناطراك استثمرت حوالي 400 مليون دولار في هذا المجال، يعني في تقليل من بصمة الكربون في الصناعة البترولية والغازية. وسط هذه المتغيرات والتجاذبات تواكب الجزائر المستجدات الإقليمية والدولية برسم استراتيجية تقوية محكمة لضمان ما تحتاجه السوق الوطنية من غاز طبيعي ومواد بتروكيميائية وطاقة كهربائية. تعمل الجزائر على تثبيت مكانتها في الأسواق الأوروبية والإفريقية. عندنا قانون 19-13 لآتى بالتحفيزات جبائية مهمة لتمكن الشركاء الأجانب يجوا الجزائر ويستثمروا. لحد الآن سوناطراك مضات ثلاث عقود، واحد في ديسمبر 2021 مع الشريك الإيطالي إيني، والثاني مع الصينيين في زرزايتين في 28 ماي 2022، والعقد الثالث مع شركة أمريكية كبيرة أوكسيدنتال في 19 جويلية 2022. والامل كبير من الاخر سنه سوناطراك راح تزيد تبرم عقود جديده مع شركاء اجانب.
إلى جانب الاستكشاف والتنقيب من المنبع إلى المصب، الجزائر ترسم معالم سياسة قوية جديدة ومتجددة. برلمانيا، عقد اليوم مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صالح جوجيل جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية على 3 أعضاء من الحكومة تخص قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية وكذا الصحة. وأكد جوجيل في كلمة له أن تأميم المحروقات استقلال للاقتصاد الوطني، وأن استكمال بناء الدولة الجزائرية بعد الاستقلال دام سنوات طوال، وما مسيرة السيد رئيس الجمهورية في تجسيد الإنجازات عبر التزامه بوعوده سوى ترجمة حقيقية للمرجعية التاريخية التي يستمد منها السيد الرئيس مفهوم بناء الجزائر الجديدة التي تبنى على مفهوم الاستقلال السياسي والاقتصادي في آن، وهو ما يعزز مكانة الجزائر عاليا. ورئيس الجمهورية في الكلمة نتاعو الأولى من بعد التنصيب قال أنا تاع الجميع، والالتزامات نتاعو 54 ربطها ب 54 نوفمبر. نوفمبر 54، وعطى المفهوم الحقيقي للمرجعية التاريخية تاعنا. كيما الستة لما نعمل مقارنة، الحمد لله من بعد الانتخابات الرئاسية، من بعد الدستور 2020، من بعد بناء المؤسسات، لما استكملنا هذا وعطينا المفهوم الحقيقي للاستقلال السياسي للجزائر، ولكن لازم يدعم بالاستقلال الاقتصادي. التاريخ يعود نفسه، هكذا يقول المثال، التاريخ يعود نفسه. اليوم رانا في معركة نتاع الاستقلال الاقتصادي للجزائر، لأن من خلال الاستقلال الاقتصادي هو ضمان الاستقلال السياسي. ولما نقول ضمان الاستقلال السياسي هو احترام الكلمة تاع الجزائر. كما ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اليوم جلسة علنية لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوفة. أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على مراسم تنصيب الوالي الجديد لولاية سقهراس زناي عبد الكريم خلفا للوالي الوناس بوزقزة الذي عين واليا لولاية عامة. مراسم التنصيب كانت بحضور السلطات الولائية والأمنية والمحلية وممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية. هذه مناسبة متجددة لأن نستلهم منها روح العزيمة والإصرار للمضي قدما لبناء الجزائر الجديدة التي وضع معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. ونحن هنا في ولاية سقهراس بمناسبة تنصيب الوالي الجديد، أود في هذه السانحة أن أهنئ كل من السيدين الوناس بوزقزة الوالي المغادر وعبد الكريم زيناي الوالي الوافد على الثقة التي حظيا بها من طرف السيد رئيس الجمهورية. وأنتم اليوم في هذا المقام تعرفون حق المعرفة معنى هذا الشعور المتميز ودلالته العميقة الممتزج بالاعتزاز وثقل الأمانة أمام التحديات التي تنتظركم. أشرف اليوم وزير العدل حافظ والأختام عبد الرشيد طبي خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الويرة على تدشين مجلس القضاء الجديد مدعم بالشباك الموحد والذي من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين والقضاء على البيروقراطية. وبالمناسبة تفقد وزير القطاع مقر المحكمة الإدارية قيد الإنجاز وحث القضاة على تحسين الأداء للارتقاء إلى مستوى تطلعات المواطنين.
مش سياسة، هذا واقع يا السادة القضاة. لازمكم تحسنوا الأداء نتاعكم حتى تكونوا في مستوى الشيء اللي منتظر منكم. ترى اليوم رانا نتكلم عن السلطة القضائية والاستقلالية نتاع السلطة القضائية، لازم دونك تعرفوا التحديات اللي منتظرتكم، سيرتو خاصة بعد التعديل هذا نتاع 2020 واللي اعطاكم مكانة مميزة. يعني متفقين الدستور اعطاكم مكانة مميزة، كونوا في مستوى هذه المكانة، كونوا في مستوى هذه المكانة. أشرف اليوم وزير الصحة عبد الحق سيحي بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي على افتتاح أشغال اليوم الرابع للتكوين الطبي المستمر بمشاركة أطباء وأساتذة مختصين. وشكل داء السكري وارتفاع الضغط الدموي والأمراض النادرة محور اليوم التكويني، حيث أكد الوزير أن أهداف قطاعه المسطرة على المديين القريب والمتوسط ترتكز على الوقاية والكشف المبكر. معدل انتشار السكري في الجزائر بلغ 14.4% لدى الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق. إننا نسعى من أجل إرساء عملية الكشف المبكر عن هذه الأمراض من خلال عملية التكوين الطبي المتواصل لتفادي المضاعفات الخطيرة، كما نشجع للقيام بدراسات أخرى في هذا المجال. احتضنت مدرسة تكوين ضباطي الشرطة بسطيف مراسم تخرج الدفعة الرابعة لضباط الشرطة الرئيسيين. المراسم أشرف عليها المدير العام للأمن الوطني بعد تلقي الطلبة تكوينا لمدة 24 شهرا. سعيد بلونيس. بساحة العلم بمدرسة تكوين ضباط الشرطة المجاهد المرحوم أحمد لولو بسطيف أقيمت مراسم تخرج الدفعة الرابعة لضباط الشرطة الرئيسيين، وبعد تفتيشها وأداء أفرادها يمين الإخلاص تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات على متفوقها. يعتبر التكوين أحد الأولويات الأساسية للأمن الوطني ضمن المقاربة وضمن الإصلاحات التي تخوضها قيادة الأمن الوطني لكي تكون هذه المنظومة تستجيب لأداء الشرطي كما يلزم. كما تم خلال هذا المقاربة إعادة النظر في كل البرامج التكوينية بما فيها البرامج القاعدية، البرامج الأساسية والبرامج المتخصصة تماشيا مع تحديات. بعدها تابع الحضور استعراضات رياضية وتقنيات شرطية مرفوقة بمحاكاة لوضعيات وعملية شرطية في حفظ الأمن العام في ظل قوانين الجمهورية، أبان فيها الطلبة عن جاهزية قصوى وفعالية. أتقدم بالشكر إلى القيادات العليا وكذا هيئة تأطير وتدريب على مرافقتنا طوال مدة التربص الذي دام 24 شهر. تلقينا جملة من المعارف النظرية والتطبيقية، هذا ما يمكننا إلى الانضمام إلى الزملاء في الميدان. وكذلك نحن على استعداد تام للعمل في كافة ربوع الوطن تدعيما لزملائنا في المصالح الخارجية خاصة المصالح العملياتية. لتنتهي مراسيم تخرج الدفعة باستعراض ختامي تجلت فيه صور الانضباط، الانسجام وحسن الأداء. أن أكون مخلصا لوطني. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. مجمع بير 7 البترولي لمعالجة البترول الخام بتوغرت منشأة هامة بطاقة إنتاجية تقدر ب20,000 برميل من النفط ومليون متر مكعب من الغاز يوميا. وفي اليوم الوطني للقصبة قصور القصبة العتيقة ومعالمها التاريخية تشهد عملية ترميم وتأهيل للمحافظة على فنها المعماري الأصيل. والآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية في تقديمها لكم حفصة غاني. حفصة أهلا بك. إذن الحديث اليوم عن ذكرى تأميم المحروقات ومجمع بير 7 البترولي بتوغرت ذو الطاقة الإنتاجية الهامة من خام النفط والغاز. حفصة. بالفعل العلجة، سنسلط الضوء اليوم على هذه المنشأة البترولية الهامة تزامنا واحتفاء الجزائر للذكرى 52 لتأميم المحروقات. تفاصيل أوفى مشاهدينا بعد الفاصل.
بداية، وكما سبق وذكرنا، يعد مجمع بئر سبع بالبترولي لمعالجة البترول الخام المتواجد بالمنطقة الصناعية لسوناطراك بتوغورتا منشأة هامة تسير بالشراكة مع شركة بترو فيتنام والشركة التايلاندية للبترول بطاقة إنتاجية تقدر بعشرين ألف برميل من النفط ومليون متر مكعب من الغاز يوميا. المتابعة لآية دحو. على مسافة 761 كيلومترا من العاصمة الجزائر يقع مجمع بئر سبع بتوغورت المختص في المعالجة الأولية للبترول الخام. 335 عاملا ومهندسا يقفون هنا على سيرورة العمل بمختلف مراكز المجمع. برودكسيون اللي جينا من البوي يتم معالجتها في المركز هذا، بحيث يتم فصل البترول الخام إلى عدة مكونات أساسية اللي هي الغاز والبترول والماء. صيانة أونكا حاجة كيما نقولوا ريفيزيون، حاجة كيما نقولوا تعطلت اللي تتعاود تتصلح اللي ما تصلحش نجيبوا ركبوا جديد، يعني في أمور صيانة الله يبارك ما شاء الله. هذا المصنع مزود بحماية ضد الحرائق، ونذكر منها عندنا زوز مضخات جوكي اللي هما يجبدوا من الباك دو ستوكاج يعني الماء، في حالة ما إذا يعني نقص الضغط ويعني وما جبدتش هي انديمارو دو بومب إلكتريك هادم، وفي حالة إذا ما ديماروش لي بومب إلكتريك يديمارو دو بومب ديازال. ينتج المجمع يوميا ما يقارب 17 ألف برميل من البترول الخام و650 ألف متر مكعب من الغاز المصاحب، ويعمل كذلك على استرجاع أكبر كمية من المحتويات الثقيلة ونزع المياه الصناعية ثم تنقيتها حفاظا على البيئة. الماء تاعنا رانا نتريتيوه هنا على الجوه بطريقة ونقدروا نرميوه بصفة كما نقولوها تتوافق مع الشروط البيئية. هذه في المرحلة الأولى للمعمل، من بعد تولي مرحلة ثانية وين الآبار تاعنا تولي الضغط تاعها منخفض، نولي الماء هذا نستغلوه في الريانجيكسيون تاع الآبار، وين يعاودوا يطلعوا لنا الضغط تاع الآبار باش يمدوا لنا كمية أكبر من البترول. كي نشوفوا خلف في لي بارامتر تاعنا نقوموا بتدخل تاعنا عن طريق الاتصال بالراديو تاعنا مع لي زوبيراتور اللي راهم لبرا، إذا كان تطلب باش انترفونيو او نيفو تاعنا تاع لي زوبيراتور، اذا كان تطلب اكثر من ذلك نفوتوا للجماعه تاع اللي اكثر منا. كل ما ينتجه المجمع من بترول ينقل عبر الانابيب الى مركز توزيع المحروقات حوض الحمراء بحاسي مسعود ليوزع بعدها على الموانئ التجاريه. في ظل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية بين الجزائر وكينيا، جولة استكشافية بولاية البوليدة للوفد البرلماني الكيني رفقة بعض المستثمرين المحليين من مختلف القطاعات لتقديم فرص الشراكة والاستغلال وتعبيدا لطريق التبادل الحر قاريا. ياسين يا حسيني. هي أول مشتلة عصرية في الاستثمار الذكي، نموذج ناجح لشركة جزائرية إيطالية متخصصة في الإنتاج النباتي، مشروع رائد يطمح لولوج الأسواق الإفريقية. نطمح يعني من خلال زيارات هذه الوفود الى يعني تسويق يعني ضمان الاكتفاء الذاتي في الجزائر وتسويق فائض الانتاج الى الدول الاخرى، ولقد قمنا يعني العام الماضي باول عمليه تصدير لشتائل في الجزائر. نماذج فلاحية وصناعية أخرى تطمح لإبراز جودة منتجاتها وتهدف لتصدير سلعها وتسويقها خاصة في ظل الشراكات الجزائرية الإفريقية المتعددة. كاين مجالات وين نقدروا نخدموا مع بعض، مثلا في كينيا على بالنا بلي ماهوش بلاد متطور بزاف في الميدان تاع النحل، نقدروا نكون عندنا دور في المرافقة باش يديروا تنمية عندهم في التكوين في الاكسبرتيز في المونتاج دو بروجي. الامور كامل الجزائر تقدر تعطي الاكسبيريونس تاعها. ماذا بينا يعني يكون يعني احتكاك وتكون مبادره ماذا بينا باش نخرجوا سلعتنا نصدروا السلعه هذه لك ربي ان شاء الله. نامل ان تكون لدينا علاقات مع الدول الافريقيه لكي نصدر لهم البروفيل بي في سي سوفي بلاست.
القاطرة الاقتصادية للجزائر تسير على سكة تنموية متطورة وبديناميكية مستمرة، مما جعلها تتميز في منطقة الساحل وإفريقيا. من خلال زيارتنا لهذه الولاية اكتشفنا مدى التطور التكنولوجي الكبير الذي تزخر به المخابر الجزائرية في الإنتاج النباتي. لقد رأينا هذا النوع من التطور في العديد من البلدان القارية الأخرى، لهذا نهني الجزائر على هذا التقدم العلمي والإنتاجي. بخطوات ثابتة تستمر الجزائر في شق طريقها نحو تعزيز جهودها لإقامة شراكات مع الدول الإفريقية خدمة للتنمية الاقتصادية بالقارة. في موضوع آخر، وبعد الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار في المناطق المحمية وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية للموارد المائية، استفاد العديد من فلاحي ولاية برج بوعريج من هذه الرخص بعد انتظار دام سنوات. عائشة ببريق. بعد معاناة دامت لسنوات، سيتحصل هذا المستثمر في مجال تربية الأبقار على رخصة حفر بئر جديدة ستكون بمثابة إعادة الحياة لمشروعه بعد الاستفادة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمناطق المحمية، وهذا بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعد فتح المجال للمحيطات الحماية وذلك بموافقة كل الأعضاء وخاصة الوكالة الوطنية للموارد المائية لنعرش، وبالتالي تم إعطاء الموافقة أكثر من 100 ترخيص في المناطق المحمية. بديت نهار الأول من 2025، ومن بعد دخلت في واحد التحدي تاع الدولة، حبيت نطور روحي. كي طورت روحي لحقت 85 بقرة، وحاولت باش نمشي قدام، المشكل تاع الماء خلاني نقيد. من خلال هؤلاء الفاعلين الحقيقيين وبدعم من السلطات المحلية، تتوجه ولاية برج بوعريج لتكون قطبا في تربية المواشي وإنتاج الحليب. أكثر من 48 مليون لتر. الأهداف المسطرة إن شاء الله اللي رانا راح نطمحوا ليها إن شاء الله في الموسم المقبل هي 57 مليون لتر. عدد مراكز جمع الحليب عندنا 29 مجمع. إطار سياسة الدولة لتشجيع وتطوير إنتاج مادة الحليب، عقد تأمين متعدد الأخطار للأبقار يقوم يعني تعويض الفلاحين والمربيين للقيام باستبدال أو ممارسة ديمومة النشاط الفلاحي. إجراءات تحفيزية وآلية دعم للمستثمرين والفلاحين من شأنها الزيادة في عدد مربي الأبقار في ولاية برج بوعريج. إلى مؤشرات أسعار النفط في العالم والتي ارتفعت بشكل طفيف في تداولات اليوم منهية 6 أيام من الخسائر، عززتها مخاوف متزايدة من رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة. فعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب1.03% لتسجل $81.43 للبرميل. وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب1.23% عند مستوى $74.86 للبرميل. شهدت أسعار الذهب انخفاضا حادا في تعاملات اليوم باستمرار مخاطر التضخم المرتفع الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب ب0.26% مسجلة $1,820.46 للأوقية. كما سجلت أيضا العقود الآجلة للذهب انخفاضا متباينا بلغ 0.3% إلى مستوى $1,837 للأوقية. ختام النشرة بصرف الدينار الجزائري أمام بعض العملات الأجنبية. ختام النشرة، عودة إليك العلجة وباقي الأخبار. شكرا لك حفصة، نلقاك في مواعيد إخبارية لاحقة بحول الله.
نظمت الإذاعة الوطنية اليوم من خلال منتداها الأسبوعي فضاء تناولت فيه إسهامات الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الإفريقي بحضور أساتذة وباحثين. وتناول المتدخلون في المنتدى دور النشاط الدبلوماسي الجزائري في إفريقيا ومساهمته في حل النزاعات بالقارة الإفريقية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة دخلت معظم المحافظات في إضراب عام تنديدا بمجزرة نابلس التي ارتكبتها قوة الاحتلال الصهيوني والتي أسفرت عن ارتقاء 11 شهيدا وإصابة أكثر من 100 آخرين. الإضراب شل كافة مناحي الحياة وسط دعوات لجماهير الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المدن والخروج بمسيرات غضب. تطورات دعا خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وجمع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإدانة ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. إحياءً لليوم العالمي للغة الأم، احتضنت ولاية تلمسان ملتقاً ثقافياً وعلمياً خرج بتوصية أهمها تعزيز مكانة الأمازيغية في بناء صرح الوحدة الوطنية والمواطنة. سفيان مقرين. الأمازيغية في ظل مقومات الأمة والأمن الهوياتي والسلامة الترابية والوحدة الوطنية هو عنوان الملتقى الذي عرف مشاركة أساتذة مختصين وحضور عدد من الطلبة للتعمق في شرح وفهم هذه الأبعاد. هذه اللغات العلمية أو اللغات الثقافية أو اللغات الأدبية التي يمكنها أن تسير التطورات والإنجازات في مختلف الميادين، شرط لا ينغرز الواحد في إطار اللغة الأم فقط وإنما أن يبدأ عندها، وهذا منطق سديد جدا أن تبدأ عند ما تملك وتنفتح عند ما يملكه غيرك. وقاموس عربي أمازيغي، حاولت أنني نجمع كل ما يتعلق بالتراث بالعادات بالتقاليد بالأكل باللباس ليكون مرجعا ولا مصدر لمن أراد البحث في الأمازيغية في منطقة تلمسان. الملتقى عرف أيضا إمضاء اتفاقية بين جامعة أبو بكر بالقايد والمحافظة السامية للأمازيغية، وخرج ببعض التوصيات التي جاءت كثمرة لنقاشات الجلسات العلمية. توسيع دائرة الشراكة مع كل مؤسسات الجمهورية التي تعمل في سياق بناء تصور شامل يخدم مقومات الهوية الوطنية بكل تنوعاتها، تشجيع الاهتمام بموضوع الأمن الهوياتي كمحور بحث، إرساء برنامج وقائي واستباقي على غرار تبني مبادرات فاعلة لمحاربة الدعاية المغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل خدمة مصالح الدولة الجزائرية وبناء جبهة داخلية قوية. الورشات التكوينية لفائدة أطفال المدارس التي نظمت في إطار هذا النشاط هي واحدة من التطبيقات الكفيلة بتعزيز مكانة الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية. ونختم بالتراث. يصادف تاريخ 23 فبراير اليوم الوطني للقصبة، وقصبة الجزائر العاصمة تشهد عمليات ترميم وإعادة تأهيل تجري حاليا على مستوى قصور القصبة ومعالمها التاريخية التي تخفي خلف أسوارها أسرار تاريخ الجزائر، تقول آية دعوة. بكل دقة وعناية يعمل عمال ورشة الترميم وإعادة التأهيل بقلعة الجزائر على إعادة قطع الزليج والخشب الجزائرية الأصيلة إلى حالتها الأصلية، عملية تتطلب اهتماما كبيرا بالتفاصيل سواء من ناحية المواد أو المعدات المستخدمة حفاظا على هذا الموروث التاريخي العريق. مهرز اللي جبه مخسر الداي نعود له من جديد، نلصقوه نرسموه نعود له كيما نقولوا نحيوه. دونك حنا ملي جيبوه لنا كاسي يفوت المرحله الاولى تاع نلموا الحبه، عاود الايطاب الزواجي نعاود نديروه ديتيج حتى نوصلوا المرحله النهائيه تاع لا فينيسيون. الخشب القديم اللي كاين كدا نعاودوا نرموه ونصلحوه، واللي قديم وكدا نعاودوا له نعاودوا نديروا له دي بياس جدد. كي كل حطب راشي عندنا واحد البرودوي نديروه
باش ما يزيدش يكمل يرشا، وعندنا عندنا برودوي واحد اخر ثاني يجي كونتر الميديتي باش ما يحكمش الميديتي باسكو طاح عليه الشتاء الماء وكذا منا يتواسى، ومن بعد نفينيو بالويل دو لان. هناك بعض القطع اللي نفضلوا ان نخليوها في مكانها الاصلي ونقوم بترميمها لكي لا تضيع منها القيمه التاريخيه. بالنسبه لتقدم الاشغال، القصر الداي 65% والقصر البايات 60%. عملية الترميم شملت العديد من المعالم التاريخية الواقعة في نطاق القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر، سلمت البعض منها والعمل جار على استكمال عمليات الترميم الأخرى، وحتى ترميم المنازل التي شهدت أحداث ثورة التحرير هي قيد الدراسة. من بين المشاريع اللي تم ترميمها نذكروا هذه البناية تاع 3 ممر لافواسي اللي كان كمخبأ للمجاهدين ابان ثورة الجزائر ومعركة الجزائر، عرفت مجاهدين كبار نذكروا عليهم منهم جميلة بوحيرة الله يطول في عمرها، وشهداء علي لابوان العربي بن مهيدي اللي كانوا يتخبأوا لهنا، تم ترميمهم كما كانوا. الجامع الجديد للداي تم ترميمه، ودار البارود هذو تم ترميمهم وسلمناهم لوزارة الثقافة، مصالح وزارة الثقافة اللي راهم مفتوحين للزيارات. كذلك كان مشروع المجمع تاع سيدي عبد الرحمن يتم فتحه إن شاء الله في 23 فيفري هذا القادم اللي هو يوم القصبة. على مستوى 3 مساجد الأشغال انطلقت، هو مسجد سيدي عبد الله، مسجد سيدي بن علي، ومسجد السفير. ومع انتهاء الأشغال ستخصص مسارات وممرات سياحية للسياح المتوافدين على هذه المدينة التاريخية العتيقة. بحي القصبة العتيق نختم خامسة اليوم قبل أن نفترق، تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا السيد موزيس ويتانغولا. عشية إحياء الذكرى 52 لتأميم المحروقات، منشأة طاقوية جديدة تدخل حيز الخدمة، والوزير الأول يؤكد على ضرورة تعزيز الأمن الطاقوي والحفاظ على مستوى الصادرات لتمويل الاقتصاد الوطني. بعد الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار في المناطق المحمية، فلاحو ولاية برج بعرريج يستفيدون من 100 رخصة بعد انتظار دام سنوات. إلى اللقاء.